كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، فوز هام جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كان عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه، في الجهاز، في مجلس الاداره، الكل اشتغل بشكل كبير جدا على هذه المباراه مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره المدرب العام. كابتن يوسف، في البدايه بقول لك الف مبروك، مباراه كانت قويه جدا، عدينا ليها بشكل كبير، ضيعنا كتير، لكن في بدلك قابل بعض اللعيبه، تقول النهارده على الجيم وشايف الاداء القوي والرجوله من كل اللعيبه النهارده دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله، انا بحمد ربنا، النتيجه نقدر نقول كويسه، رغم ان احنا كنا ممكن زي ما انت قلت ان احنا ممكن نضعفها. الشوط الثاني بالتحديد اضعنا اكتر من فرصه، لان فريق وفاق سطيف بقى بيهاجم بدون حسابات وبدون تمركزات صحيحه، وبالتالي يعني جات لنا اكتر من فرصه كنا نقدر. لكن انا عايز اقول الحمد لله، احنا من الاول خالص لو انت رجعت الكلام بتاعنا قبل المباراه، قلنا المباراه 180 دقيقه، واحنا بنتعامل مع المباراه من شوطين، شوط هنا في القاهره وشوط في الجزائر، فاحنا الحمد لله. لكن مش معنى كده ان الموضوع خلص، احنا لازم نبقى بناكد وتاني بفكر الناس ان احنا عندنا 90 دقيقه صعبه جدا هناك، لازم نستعد لها بشكل قوي، بشكل مركز قوي، لان الكره فيها كل حاجه. فالحمد لله انا بشكر اللعيبه النهارده والجهاز، ركزنا كويس رغم ان حتى في اجواء محيطه بينا، متغيرات سريعه قوي في ال 72 ساعه الاخيره، لكن احنا الحمد لله فاصلين الفرقه وفاصلين اللعيبه خالص، كل تركيزنا في المباراه وكل تركيزنا في الاداء الفني بتاعنا، وربنا يكرم ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله. لو بتكلم كمان على الحضور اللي كان قله من الجمهور كانت موجوده او عدد بسيط من الجمهور، لكن كان مساندين بشكل كبير، بنتمنى كمان في المباراه اللي جايه، مباراه النهائي اللي ان شاء الله باذن الله نوصل لها، يكون جمهور. حابب تقول ايه للجمهور اللي بيساند سواء في المدرج او غير المدرج كابتن؟ بص يا كريم، احنا الحمد لله يعني احنا نتمنى الجمهور يبقى موجود، والمباراه اللي فاتت كلنا شفنا مع حريه كوناكري كان قد ايه اللعيبه بتلعب بنفس مفتوحه وروح احنا قبل كده عندنا ظروف مشابهه قبل كده، وبفكر اللعيبه دايما وقلت لهم احنا لعبنا 2013 و2012 بدون جمهور، وقدرنا ان احنا نكسب البطولتين وبطولتين كبار. فاللي انا بقوله حتى لو احنا في الظروف دي احنا فصلنا لعيبتنا، ولازم نحط دوافع ونستخدم عدم حضور جمهورنا بشكل ايجابي، ان لعيبتنا تقدم وتفرح الناس. الجمهور مش هيجي الملعب بس، اكيد يقعد قدام شاشات التلفزيون بيتنطط وبيفرح لما الجون يجي وكل فرصه بنروح بيها. فاحنا برضو في النهاية لازم نسعد الجمهور حتى اللي ما جاش الملعب، وعشان كده انا بقول ان لاعبتنا النهاردة رجالة وقدروا يفرحوا جمهورهم، واحنا قدرنا نقلب الصعوبات اللي بنواجهها دي لدوافع. لازم تشتغل كده ان شاء الله، عندنا مباراة يوم 23 ناخدها كده بتواضع وبتركيز، ونرجع اصاباتنا تاني ان شاء الله عشان يبقى عندنا قوه ضربه ان شاء الله في مباراه 23. قدنا اي لعيبه حسام عاشور صلاح النهارده شفناه في الملعب؟ عندنا اصابات شويه، عندنا اصابات، لكن ان شاء الله هنبدا نتعامل معاه، عندنا ثلاث اسابيع كويسين، انا شايف ان هم كافلين ان شاء الله، وكافيين ان احنا نرجع تاني بلعبتنا ان شاء الله. اخيرا عشان ما اطولش عليك، رساله لكل لعيبه النادي الاهلي الرجال على الاداء المميز ده، ومنتظرين منهم الكثير يا كابتن يوسف. مبروك مبروك، لكن لسه قدامنا طريق طويل، لسه احنا عندنا مباراه النادي الاهلي دايما، وانا دايما بقول لهم النادي الاهلي ما بيفتكرش وصل قبل نهائي في كام بطوله، ما بيفتكرش وصل نهائي في كام بطوله، ما تعرفش، ما حدش يقدر يقول لي النادي الاهلي خد مركز تاني في افريقيا كام مره، لكن احنا عندنا 8 القاب. كل التركيز بتاعنا ان المباراه يوم 23 ان شاء الله دي خطوه تطلعنا، نبدا بعد كده نفكر في الفاينل خطوه خطوه ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي، ومبروك النهارده اللعيبه كانوا رجاله، ونتمنى ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره. زي ما بنقول اداء كان رائع ومميز لفريق النادي الاهلي، ضيعنا كتير جدا يا كابتن سيد، لكن يمكن في اصرار واضح جدا في اللعيبه، ان شاء الله تكون مباراه العوده من نصيبنا. وبناكد على كلام الكابتن يوسف، مباراه 180 دقيقه ان شاء الله يكون النادي الاهلي في المباراه النهائيه. مستمرين معاك يا كابتن سيد ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واجواء خاصه هنا من استاد السلام عقب الفوز الهام جدا.